أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، مؤكدا أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي في الدولة. اليوم الحمد لله خلصنا مشروع قانون تأجير تمويلي ولله الحمد، تم اعتماده من المجلس. كانت هناك نقاشات فعالة حقيقة مع الوزير، توافقنا على كل النقاط. هذا المشروع القانون بيفيد قطاع كثير في الساحة التجارية، بيفيد قطاع التمويل. وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع القانون بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على أن مشروع القانون سيساهم في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره. اليوم إن شاء الله سأتقدم بسؤال إلى معالي الوزير عن البطاقات الائتمانية، وهل يسمح لموظفي البنوك بالإعلان عن البطاقات الائتمانية؟ وكثير من المستخدمين لهذه البطاقات الائتمانية يشتكون من أن موظفي البنوك يقدمون لهم عروض وإعلانات عن طريق الهاتف، مما أوقع الكثير من المتعاملين في شر هذه البطاقات وأدخل بعضهم إلى السجون. وغلظ مشروع القانون العقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 200,000 و10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص. اعتمد المجلس الوطني الاتحادي اليوم في جلسته قانون التأجير التمويلي. قانون التأجير التمويلي يأتي من ضمن سلسلة مشاريع قوانين قامت الحكومة على إصدارها بهدف تنظيم التشريعات الاقتصادية في الدولة وتتماشى مع القوانين الدولية. أيضا ناقش المجلس في جلسته اليوم موضوع يتعلق بالسياسة العامة للمصرف المركزي، وقام معالي وزير المالية ومعالي محافظ المصرف المركزي بالرد على جميع الاستفسارات وتوصيات اللجنة التي قامت مشكورة في إبداء ملاحظاتها على هذا الشأن. ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، الذي بيّن أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من إبريل من عام 2017 إلى لجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وعقدت اللجنة لهذا الغرض 9 اجتماعات. برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر مشروع قانون التأجير التمويلي وسياسة المصرف المركزي الإماراتي، والتي جاءت من خلالها الكثير من الردود للأفعال من سعادة أعضاء المجلس وكذلك وزير المالية. من مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبوظبي، أيمن مصبح، قناة الظفرة.